السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلاً وسهلاً بكم إلى ما اخترناه لكم من صحافة اليوم. نبدأ من صحيفة الإنديبندنت التي نشرت مقابلة مع مسؤول بارز في الأمم المتحدة أجراه جيمي ميرل تحت عنوان دول العالم تفشل بالالتزام بتعهداتها تجاه سوريا. ينقل الكاتب عن المسؤول تحذيره من أن المجتمع الدولي سيطارده جيل من الأشخاص الذين يعيشون في معاناة، كما ستطارده موجة من التهديدات الأمنية إذا فشل في الالتزام بتعهداته المالية التي قطعها لملايين اللاجئين السوريين. ففي مقابلة حصرية مع صحيفة الإنديبندنت أون ساندي، خرج أمين عوض رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط، خرج بهذا التحذير مع ظهور أرقام جديدة تشير إلى طلب الأمم المتحدة من المانحين مبلغ 6.5 مليارات دولار لم يتم استلام سوى خمسها فقط. وأشار عوض إلى الحرب التي طال أمدها في سوريا والتي ترغم 120 ألف شخص على الفرار من البلاد كل شهر، وقال هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين تتسبب في توتر مع المجتمعات المضيفة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أنهم يضعون حملاً غير عادي على القدرة على التحمل وعلى قطاع الخدمات مثل توفير المياه النظيفة والتعليم والرعاية الصحية. ننتقل الآن إلى صحيفة وول ستريت جورنال التي نشرت مقالاً بعنوان نظام الأسد منذ عقود تحت وصاية المخابرات الروسية، قالت فيه قبل حوالي 8 أشهر، وبعد أن استخدم نظام الأسد الغاز الكيماوي وقتل ما يقارب من 1400 شخص في الغوطة الشرقية قرب دمشق، فإن دعاءات بوجود هجمات جديدة في العاصمة السورية لا تجد سوى أذان صماء لدى المجتمع الدولي. مقاطع الفيديو التي تظهر قتل هجوم حرستا ومصابا واحدا على الأقل من هجوم جوبر بدأت تنتشر من ذلك الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي. المعارضة السورية من جانبها أرسلت رسالة إلى الأمم المتحدة وطالبت بإجراء تحقيق، مشيرة إلى ما قالت أنه أدلة قاطعة على استخدام الأسلحة الكيماوية ولكن دون جدوى. ليس هناك أدلة قاطعة توحي بأن الجماعات المتمردة في دمشق تمتلك المواد أو الدراية بكيفية تركيب الأسلحة الكيماوية على المدفعية التقليدية الموجودة في حوزتهم، وبالتالي يمكن استنتاج أنه ما لم يكن المتمردون مسؤولون عن تلفيق مسرحية حول أثار الهجوم الكيماوي، فإن نظام الأسد هو المسؤول على الأرجح عن شن هذه الهجمات. وحتى مع حقيقة تدمير معظم إنتاجه الكيماوي والمنشآت التي تستخدم لخلط هذه المواد على يد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وأن أكثر من نصف العناصر الكيماوية شحنت خارج البلاد، إلا أن نظام الأسد لازال قادراً على شن هجمات محلية. مع وجود التغريدات والمدونات ومقاطع الفيديو حول السوريين الذين تعرضوا للغاز السام، فإن نفس الأصوات التي تعهدت أنه لن يكون هناك مرة أخرى على صفحات رأي في الصحف وعلى منابر واشنطن ولندن وباريس في أغسطس عام 2013 تلتزم الآن الصمت المطبق. على المجتمع الدولي أن يبرهن على استعداده في تحقيق اتهامات استخدام الأسلحة الكيماوية. إن لم يقم بذلك، فإن الأسد سوف يفسر صمت العالم على أنه رخصة لاستخدام هذه الأسلحة الأكثر وحشية بنفس الطريقة التصعيدية التي أدت إلى قتل المئات في الغوطة الشرقية. نواصل مشاهدينا مع صحيفة الحياة، حيث كتب عبد الوهاب بدر خان مقالا بعنوان طهران إذ تروج لصفقة دولية تبقي نظام الأسد، قال فيه أكثر من مرة أعلن الأمين العام لحزب الله أن مرحلة إسقاط النظام السوري انتهت، وفي العام 1991 اعتبر صدام حسين أنه انتصر في حرب الخليج الأولى، فالعراق دمر ونظامه بقي وبإرادة أمريكية، لكنه كان قد سقط فعلا. وإذ كرر حسن نصر الله أخيرا صمود نظام بشار الأسد الذي أثبت أنه ليس ضعيفا وأن لديه حاضنة شعبية، فإن نصر الله تحدث بصفته مصدر القوة لنظام كان يتهاوى لحظة قررت إيران وأتباعها في لبنان والعراق التدخل لإنقاذه. وحين يشير إلى الحاضنة الشعبية فإنه لا يكترث بكون النظام استخدم أساليب عصابات الأرغون الإرهابية الإسرائيلية ومجازرها لطرد نحو نصف الشعب السوري من أرضه ومدنه،
لم يؤكد نصر الله أن الحرب حسمت، بل توقع حرب استنزاف لأن المعارضة غير قادرة على القيام بحرب كبيرة لا في الساحل ولا في الجنوب، رغم وجود دول تمول وتسلح وتحرض تماما كما تفعل إيران وروسيا والعراق، لكن بنجاح أكبر. يقدم الإيرانيون هذا المسار كإطار دولي إقليمي بديلا عن مسار جنيف المتأرجح حاليا، لكنه إطار تستعجله طهران ليلتقي مع تقدم مفاوضاتها النووية، وتريد إقحام الملف السوري في مساوماته، وقد توافق موسكو عليه لاعتبارين: لأنه يكرس الأمر الواقع الحالي مع بعض التعديلات، ولأن إنضاجه يتطلب وقتا وعملا كي ينتج حلا حقيقيا. فالروس لا يحبذون نهاية قريبة للأزمة إلا إذا ضمنوا ما يحصلون عليه في سوريا وفي مناطق أخرى، لكن ثلاثي النظام إيران روسيا لا يكفي وحده لإنهاء الحرب، بل يحتاج إلى الولايات المتحدة لفرض الحل وإقناع السعودية به، كذلك تركيا، فضلا عن الأطراف الأوروبية المعنية. لكن العرض الإيراني المطور لهذه الأطروحة يفتي بأنها اقتراح الفرصة الأخيرة للحفاظ على سوريا موحدة قبل أن يتوسع الحسم العسكري، فيصبح أي حل بعدئذ محكوما بالتقسيم. وإذ قال حسن نصر الله: أعتقد أننا تجاوزنا خطر التقسيم، فقد بدا كمن يجهل أو يتجاهل مغزى حرب القلمون التي خاضها مقاتلو حزبه استكمالا لرسم خريطة الدولة التي خطط لها نظام الأسد منذ زمن، وباتت الآن مشروعا لا تتبناه إيران فحسب، بل تجري عليه تعديلات ليشمل أيضا دولا أخرى مجاورة. الواقع أن النظام هو من فرض منطقة الحرب الشاملة، ولا يعني التمييز هنا سوى تزكية لفكرة أن منطقة ما ومواطنيها ليسوا سوريين، وأن قتل أبناء طائفة ما مسموح وقتل أبناء طائفة أخرى محرم، أو استباحة الأقلية جريمة، أما استباحة الأكثرية فمسألة فيها نظر. لا عجب إذن أن سخر النظام وحلفاؤه الإيرانيون من جدل كهذا فيما هم يحققون إنجازاتهم الدموية. نواصل مشاهدينا الكرام مع صحيفة القدس العربي، حيث كتب بسام البداري مقالا بعنوان الميادين تقاطع. قال فيه: حسنا فعل الزملاء في محطة الميادين اللبنانية عندما قرروا مقاطعة تغطية الأحداث في سوريا احتجاجا على مقص الرقيب الرسمي الذي يريد تغطية نسخة طبق الأصل عن التلفزيون السوري الذي يحجب كل الحقائق ويتعامل مع ما يجري في البلاد وكأن العرس عند الجيران تماما. لا مكان لكاميرا حرة في دمشق والقلمون، حتى لو كانت كاميرا محطة رفيقة في النضال القومي وفي الممانعة ومغرمة في الدم أيضا مثل محطة المنار، ولا مكان لحرية الكاميرا في بلاد الشام مادام النظام الدكتاتور يواصل شرب دم الشعب السوري، حتى لو كانت كاميرا متواطئة ومتعاطفة وإيرانية الهوى مثل محطة الميادين. الكاميرا الحرة تعني شهود عيان واحتمالية تسرب لقطة هنا أو هناك يمكن أن يستغلها من يتربصون بسوريا الممانعة والمقاومة. أنا شخصيا أشكر الرقيب السوري على وضوحه الشديد ضد كل الكاميرات التي يمكنها أن تتجول بحرية، وبإمكان الزملاء في المنار والميادين إقفال البقالة وإدارة الشارة على تلك الفضائية البائسة التي تبث على صورة بشار الأسد مبتسما على ماذا لا أعرف، مع خلفية هي عبارة عن أغنية تراثية تمتدح الغزال. ننتقل الآن إلى شبكة تلفزيون دويتش فيلا عربية التي نشرت مقالا بعنوان اهتمام الغرب بأحداث القرم وأوكرانيا على حساب سوريا. قالت فيه: في ظل التوترات القائمة في أوكرانيا تتضاءل فرص السلام في سوريا، حيث يدفع السوريون ثمن المواجهة بين روسيا والغرب. أزمة القرم الأولوية الأولى. جاءت أزمة شبه جزيرة القرم لصالح الرئيس السوري بشار الأسد، فساعدته في توجيه ضربة جديدة للثوار. وذكرت صحيفة السفير اللبنانية عن مصدر من المعارضة أن الحكومة الأمريكية تتحفظ في إيصال شحنات الأسلحة للثوار، وتؤجل أيضا الإعلان عن موقفها السياسي تجاه سوريا تفاديا لتفاقم التوترات مع روسيا. ويعني ذلك
أن الاهتمام بالصراع السوري الذي سقط فيه أكثر من 140 ألف قتيل منذ بدء الأزمة لم يعد يأخذ مكانة قوية في جدول الأعمال الأمريكي. ليس بإمكان القوى الغربية مواجهة روسيا في وقت واحد عدا من خلال عدد محدود من القضايا، كما يقول مارك بيرني أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في دمشق، ويضيف: الأزمة في شبه جزيرة القرم لها أولويتها لدى الغرب لأنها مصحوبة بخطر حقيقي أو يمكن تصوره من خلال تدخل عسكري روسي في أوكرانيا. الأولوية الثانية الموضوع الإيراني، وبالنظر للنهج الغربي هناك تخوف حقيقي من أن تتطور أي مواجهة مع روسيا إلى صراع عالمي. وهناك جانب مهم آخر في هذه اللعبة المعقدة، حيث إنها ترتبط بعدد من العقود المرتبطة بالطموحات النووية الإيرانية. فحكومة الولايات المتحدة تسير على حبل رفيع فيما يتعلق بالمسألة الإيرانية، وواشنطن تعلم أن أي خرق للاتفاقات بينها وبين موسكو حول سوريا قد يؤدي إلى جعل تعاملها مع القضية الإيرانية أكثر تعقيداً وصعوبة. من الواضح إذن أن يتردد باراك أوباما في الموضوع السوري الذي هو أقدم بكثير من أزمة القرم. ويبدو أن الرئيس الأمريكي شعر بالارتياح حينما تمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إقناع رئيس الأسد بتخلي عن أسلحته الكيماوية نهاية الصيف الماضي. الحكومة الروسية تعمل بحد كبير على حصر أزمة القرم على أوروبا فقط، غير أن صفقة تدمير أسلحة الأسد الكيماوية تمت بين روسيا والغرب، وثمن هذا التعاون يشكل تهميشاً لائتلاف قوى المعارضة السورية. وبذلك بات مصير سوريا حالياً مرتبطاً بعنصر التفاوض، لكن دون إشراك الشعب السوري. هناك توقف لمحادثات السلام السورية في جنيف، وأعمال العنف تتواصل في البلاد، كما تستمر الغارات الجوية لنظام الأسد ضد شعبه، ناهيك عن وجود مقاتلين لحزب الله في سوريا والذي تموله إيران. ولذلك فأنا لا أرى أن محادثات جنيف قد تؤدي في هذه المرحلة إلى طريق ما، كما يستخلص بيرني الدبلوماسي الأمريكي السابق. حديث الصحافة مستمر معكم مشاهدينا، وننتقل الآن إلى وكالة أنباء الأناضول التي نشرت رسالة لأحمد الجربة لوزير الخارجية الأمريكي بعنوان: نظام الأسد لجأ إلى الدعايات الرخيصة ليصرف الانتباه عن جرائمه البشعة. جاء فيه: قال أحمد الجربة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في رسالة بعث بها أول أمس إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن نظام بشار الأسد لجأ إلى الدعايات الرخيصة ليصرف الانتباه عن الجرائم البشعة التي يقوم بها حالياً في مدينتي حلب ولاذقية ودمشق. ويشن نظام الأسد في الأسابيع الأخيرة حملة قصف مركزة على مدينة حلب وبشكل متزايد أيضاً على العاصمة دمشق، مستخدماً البراميل المتفجرة، ما يؤدي لقتل عشرات المدنيين بمن فيهم الأطفال. كما تدور معركة محتدمة منذ فترة بمنطقة الساحل في محافظة اللاذقية. وأوضح الجربة لكيري في رسالته التي تم تسليمها عن طريق مكتب الائتلاف في واشنطن حقيقة الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إنها لمسيحيين في مدينة كسبة السورية قتلوا باستخدام الصلبان. وقال في الرسالة: بعض مؤيدي النظام لجأوا إلى حد استخدام صور بشعة مأخوذة من فيلم رعب من الدرجة الثالثة ليصوروها على أنها لمسيحيين قتلوا باستخدام الصلبان. ولفت الجربة في رسالته إلى أن جميع هذه الاتهامات عارية عن الصحة، وقد تم دحضها من قبل أهالي كسب عن طريق وسائل الإعلام العامة. كما أن محافظ كسب فازغن شاباريان الأرمني الأصل نفى بشكل قاطع في مقابلة مع قناة تلفزيونية أرمنية مقتل أي شخص على الإطلاق. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقاطع فيديو لما وصف بأنه استهداف للمواطنين المسيحيين والأماكن المقدسة في مدينة كسب من قبل مجموعات مسلحة تنتمي للجيش الحر، وهو ما تم نفيه من قبل الائتلاف السوري المعارض والجيش الحر. وجدد الجربة التزام الائتلاف الوطني السوري والجيش السوري الحر بحماية كافة المدنيين السوريين وصون أرواحهم وممتلكاتهم وحقوقهم بمن فيهم الأقليات في سوريا،
وعد رئيس الائتلاف أن يستمر الائتلاف الوطني السوري والجيش السوري الحر بالانخراط بشكل فاعل بالقتال ضد نظام الأسد وجميع القوات المتطرفة التي تقاتل في سوريا تحت راية طائفية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش وحزب الله اللبناني. وطلب الجربة في رسالته جون كيري برد مناسب يرقى لحجم الجرائم الجماعية التي يرتكبها النظام السوري ضد الإنسانية، كما حث قادة المجتمع الدولي وخاصة إدارة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على اتخاذ موقف من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري والتدمير الممنهج لواحدة من أقدم المدن في العالم. حديث الصحافة مستمر معكم مشاهدينا، وننتقل الآن إلى موقع زمان الوصل حيث كتب عدنان عبد الرزاق مقالا بعنوان بشار الأسد رئيسا يا أولاد حارتنا. قال فيه: سأحاول هذه المرة لهول الجريمة أن أنقل بعض الكفر والأسئلة، فكل الكلام يسقط أمام الذي يجري أو الذي يحضر له كي يجري. فسوريا بكل ما فيها من عويل وجوع ودم ستشهد عرسا ديمقراطيا في تموز المقبل، أي فور تسليم كامل السلاح الكيماوي أو بصيغة أدق ما سيتبقى منه بعد الشراهة التي رأيناها باستخدامه خلال الأيام الأخيرة، لتعلن أسماء المرشحين لرئاسة الدولة السورية خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الجاري. أجل أسماء، ولم أقل بشار الأسد فقط، إذ ليس مستبعداً أن تكتمل فصول المسرحية بترشيح حمدين صباحي سوري ممن يسمون معارضة الداخل تبع سقف الوطن، ليضفي حسب زعم من يهمه الأمر شرعية ومنافسة وديمقراطية، ليكون أول الأسئلة وبمنتهى الديمقراطية لمن قد يترشح: هل ثم أمل ولو واحد بمئة مليون أن تكسب أي صوت، من في ذلك صوت أمك وزوجتك؟ وإن كنت تعرف الإجابة التي قالها وزراء الرئيس الوريث، إن بشار الأسد بيضة التوازن في سوريا وبدونه لا تستقر أو تبقى سوريا، فلماذا ترشح نفسك؟ السؤال الثاني للكبار الذين قالوا لبشار الأسد ومنذ بضع مئات القتلى: ارحل. وضع بعضهم خطوطا حمراء تجاوزها الرئيس الممانع ودفع من مصير السوريين ثمن تجاوزه. هل ستكتفون بعبارات الاشمئزاز ولا شرعية إن ترشح بشار الأسد خلفا لوالده لولاية ثالثة؟ أم ترى بترشحه يبصق في وجه المجتمع الدولي ويركل كل القرارات والتصريحات التي صدقها السوريون الطيبون ودفعوا ثمن صدقهم وتصديقهم دما وجوعا وتشردا؟ خلاصة القول بعد الذي قاله وزير إعلام النظام عمران الزعبي عن طلب الجماهير ترشيح القائد وإسهابه في شرح طريقة الانتخابات وما ستشهده من ديمقراطية ستعم أرجاء سوريا، وتوعد المبعوث الأممي لتدخله بشأن داخلي يمس السيادة. بعد كل هذا مضاف له ما سال من دم ومن قتل تحت التعذيب، ومن تهجر وما تهدم من بنى وهياكل وأنفس وذهنيات، يعود الأسد الابن رئيسا. هل من مكان للسياسة وتعويل الآمال على طاولات الحوار وخطب المؤتمرات والمنابر؟ وأي عائق يمكن أن يقف في وجه السوريين لو تزنروا جميعهم بأحزمة ناسفة ليغيروا المستقبل على طريقتهم، لطالما عجز العالم عن تغيير حاضرهم ومسح كل الآلام عن ماضيهم المزيف؟ ننتقل الآن إلى صحيفة عين بلدي حيث نشرت مقالا بعنوان في سوري رافع راسي وراسك. قالت فيه: جملة تردد صداها في الأجواء منذ مدة قريبة، وهي شعار رفعه لبنانيون ردا على تصريح وزير المغتربين اللبناني: لا مكان للسوريين بيننا. جملة لابد من التوقف عندها كثيرا، فالكل يعلم أن السوري عندما فتح منزله للبناني خلال حرب تموز عام 2006 كان يتعامل بإنسانيته لا بسياسة فرضت عليه آنذاك، واللبناني لم ينسى ذلك المعروف حتى لو قست القلوب قليلا بسبب بعض الممارسات الرعناء من سوريين تصرفوا كذلك، ليس لأنهم سوريون بل لأنهم بشر، ممكن أصابع إيدك مثل بعض.
إساءة بعض السوريين في دول الجوار انعكست سلباً على نظرة تلك الشعوب المستضيفة لكل السوريين، فتغيرت معاملة السوري من ضيف مكرم إلى طفيلي ثقيل الظل من المباح استباحة ماله وزجره وإهانته بأي وسيلة كانت. وباتت كلمة سوري في دول كتركيا ولبنان وغيرها مرتبطة فوراً بالنصب والاحتيال وسوء الأخلاق والشحاذة. حملة لا للعنصرية التي جابت أرجاء لبنان جاءت لتذكر أن الإنسانية تفوق السياسة، ولا دور للسياسة في تصرفات أناس عاديين لهم قلوب رحيمة يألمون كما يألم غيرهم. في مصر أيضا بقي ود الشعب المصري بمعظمه كما كان للسوري الضيف، كذلك ود الأتراك كشعوب لا حكومات بغض النظر عن مناصرة حكومة تلك الشعوب للقضية السورية أم لا. هي مشاعر البشر ورأفتها ببعضها البعض لا يثنيها إلا تصرفات مسيئة تصدر عن الطرف الضيف، فتخلق لدى المضيف شعورا بالحنق من نكران الجميل. وهي مسؤولية كل سوري لاجئ خارج حدود بلاده لأن يظهر صورته الأجمل لمضيفين، فيكفيه عذرا أن استقبلوه وفتحوا له الأبواب كرد لجميل سابق. هي رسالتك للجميع ترسلها بحسن تصرفك وجميل خلقك، واحتسب أنك في منزل لشخص استضافك وآمنك على منزله، فهل ستصدر منك خيانة له في عقر داره؟ هل ستقابل الإحسان بالإساءة؟ دعوة لكل سوري خارج سوريا، كن جميلا ودع الغريب يؤمن بالشعار الذي رفعه المضيفون في سوري رافع راسي وراسك. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم. أشكر لكم حسن متابعتكم، ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.